بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أردت أن أتحدث لكم عن موضوع مهم جدا أنا أركز عليه كثيرا، وهو استعمال الأحياء المجهرية بشكل خلطة متنوعة في الزراعة. أنا عندي زراعة أرضية، وطبعا ممكن استعمال هذا أيضا في الزراعة المائية في الحوض. يعني الحقيقة أنا طبعا شرحت سابقا كيف نعمل نكاثر البكتيريات والأحياء المجهرية، وأيضا عندي إن شاء الله فيديو سأتكلم فيه عن صناعة وتكثير الترايكوديرما، الفطر ترايكوديرما، وأيضا تكلمنا عن الخميرة، خميرات الخبز، وهي أيضا من الفطريات. اليوم أردت أن أعمل خلطة متنوعة من هذه البكتيريات التي تحدثنا عنها. إن شاء الله راح يكون حديثنا شامل لكل ما تحدثنا عنه سابقا وزيادة إن شاء الله. الآن أنا عندي هذا الماء، طبعا ماء من الخزان، خزان البيت، يفضل أن يكون من الخزان، لأنه يعني خاصة إذا استعملناه يعني كان فيه ماء وبقي الماء مثلا يوم في الخزان حتى يتبخر الكلور، جزء كبير من الكلور. وأيضا أنا وضعته في السطول لفترة يوم، ممكن تضعه ليومين حتى يقل موضوع الكلور. طبعا موضوع الفلور أيضا ممكن أنه نستعمله الآن ما دام هو أقل الكلور فيه. الآن راح نعمل بكتيريات، راح أعمل 4 أنواع. أنا ممكن أنا أجمعها في سطل كبير وأضعها جميعا، لكن أنا رأيي أنه أضع كل واحدة على حدة، لأنه قد يكون بكتيريا أقوى من الثانية فممكن تتكاثر على حساب موضوع المنافسة، يعني على حساب البكتيريا الثانية. فأنا كمرحلة أولى حتى أقلل هذا الفارق أجعلها يعني أكاثرها على حدة، وعندما أريد الاستعمال أخلطها، ما عندي مشكلة. طيب أنا سأستعمل سكر الآن، ما عندي دبس يكفي والكميات عندي كبيرة، يعني ليس من الاقتصادي لأنه هذه راح يكون، هذه راح نعملها، أنا أعتبرها مركزة، يعني راح أعملها مركزة. فسأخذ سكر. الحقيقة موضوع السكر هنا حتى أيضا أفعل السكر أو حتى أفعل الخميرة أكثر، بعض الآراء يعني العلمية تذكر أنه ممكن زيادة تنشيط التفاعل بالجينات مثلا أو أي مادة مقاربة، يعني مادة رابطة أو يعني مثل البوليمر. فالحقيقة يذكرون الجينات، أنا عندي وما أستعملها لأنها هي غير صحية بالنسبة للغذاء، ولو هي تستعمل غذائيا بس أنا ما أرغب هذا. سأضع كمية هنا، يمكن يكون شوي أقل، نصف ملعقة تقريبا، وأخلطها، لأنه هي إذابتها صعبة بالماء، فإذا خلطت مع السكر يعني سيساعد ذلك في تسهيل عملية إذابة الألجينات. طبعا مثل ما قلت هذا موضوع اختياري جدا، يعني ليس بالضرورة أبدا يعني، لكن أنا عندي وهو لا بأس يعني كما يذكر في بعض الأبحاث. فأنا الآن صار عندي، طبعا أخلطها جيدا حتى تتوزع، عندي الكميات الآن غير حرجة. مثلا سأضع هذه الكمية في السطل الأول، بقوم بالخلط. لاحظوا مع ذلك الألجينات عزلت، يعني إذابتها شوي صعبة الألجينات، لكن لا بس هي تذوب بعدين. طبعا أيضا أقوم بالإذابة اعتيادي، يعني بعدين راح أذوب كل أكرر العملية على 4. يعني أنا قررت أن أضع تركيز أعلى، لأن الحقيقة عندي الأرض كبيرة اللي أحتاج، فأحتاج كميات أكبر، فراح أضع مرة ثانية
مقدار ثاني من السكر. ما راح أضع الجينات، فقط سكر. لكل سطل ها. طيب أنا عندي البكتيريات هذه اللي عملناها سأضعها، يفضل أن يعني أحفظ أو أكتب، لكن أنا أعرفها. يعني أنا عندي هذا البكتيريا، هذه البكتيريا لاكتوباسيلس اللي هي لاكتيك أسيد، هذه صنعناها قبل أكثر من سنة، موجود في فيديو لها، بدون استخدام بكتيريا خارجية، يعني من أقصد بكتيريا مختبرية من الصيدلية، وإنما من البكتيريا الموجودة في الهواء، لأنه عندنا نوع ثاني عملنا بطريقة مختبرية. وضعت هنا، طبعا التسجيل كان متوقف، وعندي هذا النوعين بكتيريا بروبيوتيك وضعت هنا، وعندي هذه الخليط اللي هو تقريبا يعني 9 أو 10 أنواع وضعت هنا، وعندي البكتيريا الأخيرة والمهمة وهي هذه اللي أيضا أفردنا لها فيديو، أيضا سأضع كمية، هذه أعتقد يعني هي مهمة جدا لأن هي زراعية، فسأضع كمية، يعني ما أنا ما أتقيد بكميات، كمية تقريبية تلاحظون هو الآن هذه الكمية تقريبا، يعني استكانة شاي مثلا. وطبعا أقوم بالخلط، بس أنا أحب يعني أنه ما أخلط بين البكتيريات، فعندما أخلط مثلا هنا هذه ما بعد ما تلوثت بأي بكتيريا، عندما أخلط هذه وأريد أن أنتقل هنا أغسل الملعقة هذه الكبيرة حتى ما أريد تختلط، يعني هو ما في مشكلة إذا اختلطت، لكن أنا أرى أنه مثل ما قلت في بداية الشرح أنه قد يكون بكتيريا أقوى من بكتيريا ثانية وقد توقفها أو تضعفها وتنمو يعني على حسابها، فأنا أريد أن تنمو البكتيريات بشكل يعني مرتاح، يعني كل بكتيريا مرتاحة ما لها منافس، مع أنه يعني مثلا هذه البكتيريا كما قلنا هي مجموعة من البكتيريات لكن هي متوافقة يعني. طيب الآن أنا خلطت هذه، راح أغسل الملعقة وأبدأ بخلط البقية. طيب أنا خلطت هذه، انخلطت جيدا، الآن سأقوم بغسل هذه الملعقة حتى أتحول هنا وأغسلها وأتحول هنا وهكذا. نلاحظ الألوان الآن، هذا نلاحظ هذا لونه فاتح لأنه ما في ما وضعنا له دبس، هذا كان موضوع له دبس هنا، فهذه ما وضعنا لها دبس، فلهذا راح نضيف كمية أخرى من السكر هنا أكثر، نعوض يعني الفرق حتى يكون السكر كافي. طيب الآن سأضيف سكر، وطبعا أقوم بالخلط. هذه طبعا ما استعملت فراح أخلط بيها حتى ما يحتاج أغسلها. لاحظ أخواني الآن أنا طبعا دائما يعني يطيب لي في هذه العمليات أن أضيف الألياف والمواد المغذية، لأن هذه البكتيريا يعني كثير من الناس يكتفي بالسكر، يقول لك أنا وضعت غذاء، لا يكفي يا أخي، هذه مثل الكائنات الحية الأخرى، يعني تحتاج عناصر، تحتاج غذاء حتى يكون الغذاء، يعني هي صحيح الغذاء الرئيسي هو كربوهيدرات، لكن لا بأس أن يضاف، يعني لأن هنالك مثلا أنواع هنا مثلا وأنواع هنا تحب الألياف الفايبر، فنحن نحتاج أن نضيف الألياف. هذه طبعا هنا الجينات الصوديوم غير ذائبة فأحاول أن أذيبها. طيب هي بعدين تذوب. إذن أنا سأضع، أنا عملت خلطة من الشعير والذرة الصفراء والذرة البيضاء، ويعني
ما توفر عندي هذه طحنتها وسأضعها هنا، يمكن أنه أنخلها يعني أطلع منها الطحين ما أضيفه، يعني ممكن أضيف فقط الألياف حتى ما يصير عندي عجينة يعني، ولو أنا طبعا سأضيف كميات ليست كبيرة. هذه مهمة جدا في تحسين نمو الأحياء المجهرية، يعني مثل ما نقول نوفر لها غذاء جيد يعني متنوع وليس غذاء موحد يعني، فراح يكون النمو متوازن، وخاصة في البكتيريات المتركبة اللي هي مثل هذه البكتيريا اللي بيها تقريبا تسعة أنواع يعني، فهذه تحتاج إلى هنالك أنواع من البكتيريا الموجودة تحتاج إلى الغذاء والألياف. طبعا بعد أن نضيف نخلطها جيدا حتى ما يبقى طافي على سطح. أنا بقى عندي إيش؟ بقى عندي لازم أعمل خميرة الخبز، وأريد أن أعمل تجربة في تكثير فطرة رايكوديرما بنفس الطريقة، يعني الطريقة هذه طريقة السائلة، ما جربت هذه لأن الأصل في تكثير الفطر هو الطريقة الجافة، وأيضا ما أدري إذا أنا عندي فيديو يعني إن شاء الله لهذا هذه الطريقة تكثير الترايكوديرما. عودا على ذي بدء، هذه البكتيريات حصلنا عليها في فيديوهات سابقة شرحناها، استعملنا مثلا هذا النوع، أرجو مراجعة الفيديوهات. هذا النوع استعملنا اللي هو النوع الثاني اللي هو هذا، فيه هذا النوع يعني استعملناه هنا. هذه البكتيريا اللي هي لاكتيك أسيد، اللاكتوباسيلس يعني أقصد، استعملنا هذه البكتيريا وشرحناها سابقا، أيضا شرحناها بالتفصيل في فيديو كامل مستقل، أكثر من فيديو يعني شرحناها وكيف نحصل عليها. حصلنا عليها يعني على استعملنا هذه البكتيريا كثرناها اللي هي تكون على شكل بودر أو أشكال متعددة من الصيدلية. طبعا أرجو مراجعة الفيديوهات لمزيد من التفاصيل، لمزيد من التفاصيل. عملنا لك اللاكتو باسلس كاثرناها بطريقتين، طريقة استعمال هذه والطريقة الثانية بدون استعمال هذه من الهواء، يعني يعني قمنا باستغلال البكتيريا الموجودة في الهواء. إذن هذه الثانية، هذه بالنسبة لي، هذه بالنسبة لي. هذا النوع الثالث هو هذا النوع، هذا النوع الثالث، هذا النوع الثالث استعملنا فيه هذه المجموعة الرائعة من البكتيريات، أيضا شرحنا في فيديو. الحقيقة أنا فاتني أن أذكر أن هذه البكتيريا هي خليط من هذين النوعين، خليط من هذه وهذه، هذا النوع اللي هو يكون أيضا مشروحة، هذه أنا أعتبرها ملاحظة مهمة أخواني، لأن هذه أسعارها غالية، أنا أعتبر هذه مثل النسخة الأصلية يعني بصمة أعتبرها. إيش معنى ذلك؟ لاحظ أخواني، هذه ملاحظة مهمة جدا. طبعا إن شاء الله هذه بالنسبة للبكتيريا الثالثة، قبل أن أذكر الملاحظة، هذه البكتيريا الرابعة، العفو البكتيريا الرابعة. إذا صار عندي أيضا سأستعمل خميرة الخبز وسأستعمل فطر ترايكوديرما بالطريقة السائلة، يعني بعد عندي اثنين، هذا إن شاء الله راح أعمله الآن. وبالنسبة لخميرة الخبز ما راح أعملها الآن، خميرة الخبز هي طبعا أيضا فطريات وبكتيريا، هذه تتكاثر بسرعة. أنا بالنسبة لهذه متى سأغطيها؟ طبعا أغطيها تغطية جيدة وأراقبها، طبعا كان يفترض أن ما أتركها لي هنا، يعني ما أملأها إلى هنا، أملأها إلى هنا لأنه قد يصير بها رغوة، هذا أيضا ملاحظة، كان المفروض ما أجعلها هكذا، ربما راح نقص منها يعني. سأخذ مقدار من كل واحدة، وأريد أيضا أن أعمل تجربة، أنا أخلطها سوية وأضعها في سطل، هذا شيء آخر.
هنا لو نلاحظ أنه هذه راح أتركها تقريبا 7 أيام أو 8 أيام قبل الاستعمال. أنا أفحص بالجهاز البي اتش إلى أن يصير عندي البي اتش 3.5 حتى لو 4. بعض البكتيريات مثلا اللاكتيك هذا ينخفض بسرعة، ينخفض، هذه ما تنخفض بسرعة، كثير من البكتيريات ما تنخفض يعني ما تنخفض جدا، يعني ممكن تكون 4 البي اتش 4 يعني جيد، هذا ممكن يصير 3.5 و3، ممكن يصير 3 بي اتش يعني ينخفض بشدة. فهذه بعدني ما جربتها كم ينخفض البي اتش النوع الأخير اللي هو هذا، بعدني ما جربت يعني كم يصير البي اتش. المهم يعني خلاصة الكلام أنه أسبوع إلى يعني إلى 8 أيام قبل الاستعمال. طبعا أخففها بالماء، يعني هذا ممكن اللتر من هذا أضعه على 1000 لتر من الماء يعني عند السقي. هذه خميرة الخبز لا، هذه ما أتركها 8 نصف الفترة. لماذا؟ لأنها تتكاثر بسرعة. فماذا أفعل؟ يعني بعد 4 أيام سأعمل سطل آخر لهذه، سأضع قليل، لأن هذه الخميرة خميرة صناعية غير صحية بصراحة، فأخذ ملعقة شاي يعني على السطل يعني، وأعمل بظرف شبه مختبرية حتى هي تتكاثر ببطء بالبداية، عندما يعني بضع ساعات ممكن بعد 5 ساعات تتكاثر، تبدأ بالتكاثر السريع، فتكاثر راح يكون سريع، يعني يمكن 3 أيام بعد ما أعملها أستعملها في الزراعة، ليست كهذه، هذه البكتيريات الأخرى تحتاج وقت، ولهذا سأؤجل عمل الخميرة. طيب الملاحظة المهمة جدا أخواني، ملاحظة مهمة جدا، نحن قلنا أن هذه أسعارها غالية، هذه البكتيريات والمواد ترايكوديرما وال يعني كل هذه مثلا يعني كلها أسعارها غالية، هذه البكتيريات أسعارها غالية، فماذا نفعل؟ أنا الآن عندما عملت هذه سأستعملها. طبعا الطريقة الأولى شرحنا كيف نعمل بكتيريا مثل هذه، يعني أخذ نموذج وشرحنا ذلك سابقا، ما أعملها بهذه، هذه الطريقة المباشرة، لكن هذه لا، أعمل بكتيريا مركزة وأخملها بالدبس أو المولاس، وعندما أريد أنا يعني أستعملها أخذ منها مقدار وأكاثر، عندما يبقى عندي كمية قليلة ماذا أفعل؟ أضيف عليها ماء وأغطيها، ممكن أضيف أيضا نخالة وكذا يعني من هذه الحبوب المكسرة وأجعلها تتكاثر مثل هذه الطريقة، يعني مثلا كمية أضع لها هذا الماء، ثم بعدين ماذا أفعل؟ أضع عليها الدبس والسكر كما شرحناه في الطريقة السابقة، إلى أن السكر بعد ما يذوب يصير تشبع، وأحفظها تصير عندي جديدة يعني مركزة جديدة، تصير عندي كاملة، وهكذا أخذ قليل وأكاثر، أخذ قليل إلى أن يصير قليل، أضيف عليه ماء وأضيف عليه مولاس أو دبس، وأضيف عليه بنفس الطريقة قليل من المولاس مثلا، وأضيف عليه النخالة وأكاثرها، وهكذا تقريبا 10 مرات، يعني هذه أستطيع أن أستعملها 10 مرات بهذه الطريقة، وهذه طبعا كل واحدة أيضا أستعملها 10 مرات، يعني ممكن تكون 100 مرة. بعد ذلك أنا رأيي أنه لا، أعمل واحدة جديدة كما شرحت في الفيديو السابق، لماذا؟ حتى تكون عندي أصيلة، لأن هنا قد تكون مرات الاستنساخ قد تكون تغيرت البكتيريا، جاءت بكتيريا ثانية، جاءت خمائر ثانية عبر الزمن يعني، فأنا حتى يعني أحافظ على الأصالة لا، بعد ما هذه تفرغ ويبقى عندي 10 مرات 5 مرات أكاثرها، بعدين بالمرة السادسة أو المرة السابعة أو العاشرة أو يعني أعمل واحدة جديدة، وعند ذلك أكون قد حافظت على أصالة البكتيريات والأحياء المجهرية اللي عندي، نفس الشيء كلها. فهذه لهذا السبب أنا أحفظها في الثلاجة، لأن راح تبقى عندي فترة طويلة حتى لصل إكسباير، أحفظها بالثلاجة. لاحظوا أخوان هاي الملاحظة، إذا ما فهمتم الملاحظة جيدا ممكن أعمل لها فيديو وأشرحها ببطء وبالتفصيل، لأنها في غاية الأهمية الآن، يعني أنا هذا مثلا أو هذه البكتيريا أو أي واحدة من هذه البكتيريات
يعني ممكن تكفيني إذا أنا عملت بهذه الطريقة، تكفيني سنين طويلة. يعني لماذا حبة واحدة، حبة واحدة من هذه مثلا أعمل واحدة كاملة من هذه، وهذه الواحدة كل ما تفرغ وتنتهي تنفد، يعني تصير قليلة، يصير كمية قليلة، إلى هنا أرجع مرة ثانية أكاثرها، مرة ثالثة، مرة رابعة، خمس مرات، ثم بعدين أعمل واحدة جديدة، خمس مرات، عشر مرات. فهذه ملاحظة جدا مهمة أخواني. وبهذا طبعا راح يزعلون علينا أهل المصانع، يقول لك هذا يشتري منا مرة واحدة وبعدين ما يشتري يعني. الآن وضعنا سكر تقريبا نفس الكمية، أنا دائما أحب أن أضيف ألياف شوية، الكمية هنا وضعت أكثر، راح أضع ترايكوديرما الفطر، كمية يعني ليست كثيرة، هذا يكفي. الحقيقة أنا ما أفضل هذه الطريقة، لكن أنا مضطر لأنه مستعجل، لكن الطريقة الصحيحة اللي أيضا يعني لها فيديو مستقل هي الطريقة اللي شبه جافة، تختلف عن هذه الطريقة، لكن أنا مضطر الآن يعني أذيب السكر وأغطيه وأتركه في مكان أيضا لفترة أسبوع وبعدين أستعمله. طبعا القاعدة العامة للماء دائما أنه نقول خالي من الكلور أو مبيت، ويفضل أن يكون من الخزان العلوي من البيت، ويفضل أن يسخن ثم يبرد. هذه قاعدة عامة. يعني الآن أنا عندي الفطر، أنا ما أريد أن تكون بكتيريا، فراح أستعمل أنتي بايتك، سأستخدم التتراسايكلين، سأضع يعني ممكن أضع كبسولة واحدة، هذا المتوفر عندي، ما كان عندي متوفر يعني التتراسايكلين مفيد جدا، وما كان عندي شيء آخر مناسب، لكن هذا أيضا لا بأس به اللي هو الأموكسيلين، اللي هو الكيبليكس، كعامل مساعد لعدم تكاثر البكتيريا، نحن نريد تكاثر الفطر، عامل مساعد. يعني ممكن أنا أضع أكثر، يعني مثلا كبسولتين من كل نوع، طبعا هذا أغطيه يكون يعني شبه محكم الإغلاق، حتى ما أريد يكون تبادل غازات هواء وكذا وتلوث خارجي. يمكن أن أضع أيضا، عندي إضافة، يمكن أن أضع قليل من الكربون الزراعي، يعني مثلا الفحم النباتي أطحنه وأضع قليل في كل في جميعها. أيضا لدي إضافة ممكن، طبعا هذا كله اختياري، حتى الانتبايتك هو شيء اختياري. أيضا أنا يطيب لي أنه بما أنه أنا استعملت سكر فقط، يعني ما استعملت مولاس أو دبس، فأكيد راح يكون فقير بالمواد الغذائية الأخرى، فيفضل أن أضيف، أنا سأضيف محلول أي وبي، قليل من محلول أي وبي، يعني العناصر الكبرى والوسطى والصغرى، وبضيفها الكالسيوم، أضيف شيء قليل لكل واحدة حتى زيادة في تغذية الأحياء المجهرية. الآن لو نلاحظ أنا عندي هنا هذا الكالسيوم وهذا محلول كامل عناصر صغرى وكبرى ووسطى، سأضيف يعني قليل، سأضيف قليل يعني بعدين أخلطه طبعا، وأضع أيضا الكالسيوم
كالسيوم الحديد. لازم طبعا مثل ما قلت انا ما اريد اني اختلط، فراح اخلط واغسل الملعقه واخلط، وثم اضيف الكالسيوم ايضا اخلط نفس الشيء يعني. الان بعد ان خلطت اضيف الكالسيوم تقريبا 3 ملاعق. هاي تراكيس خفيفة يعني، يعني محلول أيوة بي أخف من المحلول الذي نضعه في الحوض، يعني تقريبا يمكن طبعا أنا استعملت ماء قليل الأملاح، فتقريبا نعمل محلول هذا يكون تقريبا 3000 ppm تقريبا على النظام 500، فراح يتخفف هنا جدا 3000 4000 ppm ما في مشكلة، بعدين هنا سيتخفف جدا يعني، يعني المحاليل المركزة. طيب سأغسل هاي وأكرر العملية على كل واحدة. الآن مر عليها تقريبا 5 أيام، هذا طبعا آخر واحد الفطر. أنا وضعت قليل من الفحم النباتي مسحوق يعني طحين، يعني للحفاظ على يعني كمصدر للكربون والحفاظ على السطح من التلامس مع الهواء الخارجي، ولو هي معزولة ويعني شيء عامل مساعد للنوع من الفلتر يعني. أنا طبعا بالنسبة للاستعمال حتى يسهل النقل إلى الأرض سأضعها في برميل، يعني أخلطها وأضعها في برميل، أخلطها في برميل وأخلطها مع ماء السقي. طريقة الخلط أيضا إن شاء الله سأوضحها لكم بالنسبة للزراعة الأرضية، لكن طبعا أيضا ممكن استعمالها في الزراعة المائية.